سدد نادي الزمالك قيمة الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريقه مع نادي أمبي الذي كان يقوده قبل الانتقال للأبيض. تبلغ قيمة الشرط الجزائي 560 ألف جنيه. سبق لأمبي التقدم بشكوى ضد جلال للحصول على قيمة الشرط الجزائي. حدث جدل بين المدرب وإدارة الزمالك، حيث رغب رئيس الزمالك مرتضى منصور في أن يتحمل جلال هذا المبلغ قبل أن يعود ويوافق على سداده لأمبي.